نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الألفي التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1069 من المواطنين، بالإضافة إلى تحويل 26 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخمس حالات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية والأشعة بالمجان للمواطنين وإقامة عدد من الندوات التثقيفية. تم التنسيق بيننا وبين الصحة لخدمة المواطنين في حياة كريمة، وإحنا في استقبال المواطنين كلها وبنسعى جميعا لراحة المواطنين وتقديم خدمة مميزة. بالفعل جت الصحة على أكمل وجه وكل الأقسام موجودة وكل الخدمات موجودة. كشفت عظام وكشفت بطنة ولقيت المقابلة حلوة وهم ناس محترمين، ويا ريت تتكرر تاني لأن عملوا لي اللازم وحولوني أعمل عملية غضروف في دمياط مبنى اللي جنب المحافظة بتاع المستشفى العام، ويشكروا على جهودهم.